السلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد، بس مش لحد جديد. اليوم احنا ببلوج معاكم، زي ما انتم شايفين احنا في صالة التزلج مع عصومي والشباب. هلا والله. كيفك؟ شلونكم؟ شو اخبارك؟ تمام. احنا وين هلا؟ هلا بالكويت. الانسان طبعا الحركات اول شيء لازم سكت لنا، بس هاي اربط لك، شد حيلك، يلا يلا في امل. هلا هاي يلا. طبعا يا جماعة دخلنا ليش تمشي زي هيك؟ طب تعال طبعا يا جماعة. اين انت عبود؟ اليوم يا جماعه قررنا نصور لكم فلوج، حبينا نروح نجرب التزلج بما انه الدنيا صيف هلا وشوب. اول اشي خلينا نبدا بالحمايه. اوكي جاهز؟ جاهز. الان يا جماعه راح نعمل قطار الثلج، صح؟ يلا سنو قطار يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 طيب يلا اسمع سباق، يلا من هو ولا اخر شيء؟ يلا جاهز؟ جاهز. 1 2 3 بطني. اسمعك صار فيه ايش اسنانك؟ بطني صار فيه. لا برد الارض. شيلني يا رب. يا جماعة اخر مرة بتزلج. طبعا بعد الطاحة اللي طحتها اخذت استراحة شوي، وقررنا الان نعود الى الملعب لانه الجمهور طلب، صح ولا لا يا جمهور؟ لا حلم ثلج. عصوم. اروح لهي عصوم وانا خليني هلا. اسمع لهي اسمع، بس اعطيك اوكي بتنزل انت وياه. خلينا هلا نجمع ثلج، تعال بدنا نجيب ثلج. اسمع بدنا نجمع كرات كبيره. يلا حسن ايدي تلجت. مره خالد والله بلم الثلج عشان وليد. هاي ارمي لا ركبتي. طيب يا جماعة الحين بدنا نطيح وليد، اقوى طيحة بالتاريخ. اوكي حدد موقع الهدف. هيو اب هجوم. لا ايش في؟ قوم قوم صقت في يا زلمه. هذا شوف والله جد مستهبل مخلوع من اول يا زلمه. مالك من وين يعني؟ من هون هيك صم. مالك هذا مزح ترى. اوكي دقيق شوي. كتفه والله بلوط. ارفع لي ايدي شوي لفوق فوق. لا كمان بعدين نزلها هيك. امسك له يا حسن. كمان نزل احمله.
احمل من ورا من ورا من ورا من ورا لا 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 ايده 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 لا ايدي لا كله منا يعصب في شيء لا 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 انا عبالي خلع لا لا انا عندي خلع من اول لا لان انا عندي خلع العب بجودو ايه حلو يعني عارف عبالي فيك شيء لا لا انا سويت حادث البقي فانخلع كتفي ما في شيء الله يخليك يا رب. طيب يا جماعة هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا ما قدرنا نكمل لانه وليد صارت ايده توجعه فاضطرينا نروح. اهم شيء يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله نشوفكم تحديات ثانية وفيديوهات حلوة وتعجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ومع السلامة.